بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة الدكتور محمد غنيم. رؤية عجيبة في دقيقتين. الرؤية اليوم يحكيها لنا الدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى، صاحب البرنامج من أشهر البرامج في العالم العربي، برنامج العلم والإيمان. رؤية رآها هو رحمه الله تعالى في فترة يعني كان يميل إلى الإلحاد أو إلى المادة، كان بعيدا عن الدين كما عبر هو بنفسه. يقول إنه كان معتادا على السهر وبعدين الصبح ينام، فنام في مرة من المرات وجد التليفون بيرن، فكان المتصل الناقد الأديب جلال العشري، فلما رد وقيم النوم يعني في عينيه فقال له معلش صحيتك من النوم، ده كلام جلال العشري. قال له ما انت صحيتني بقى، قول انت عاوز ايه. قال له لا خلاص ايه بعدين. فقال قفلت التليفون، ده كلام الدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى، قفلت التليفون ونمت تاني. فلما نمت شفت جلال العشري وهو ماشي في شارع سليمان باشا، هو وشوقي عبد الحكيم. بيقول الدكتور مصطفى ان شوقي عبد الحكيم كان بيشتغل معانا في مجله صباح الخير، ان هما الاثنين ماشيين في شارع سليمان باشا وبيتكلموا في الادب والنقد والانجليزي وكذا، يعني حكايه طويله. قال بعدين صحيت اتصلت بالايه بجلال العشري علشان اشوف كان عاوز ايه، لما لانه اتصل لي وانا نايم فبيكلمني، فقلت له ده كلام مصطفى محمود، ان تعرف ان انا شفتك في المنام الان. قال له شفت ايه؟ قال له شفتك ماشي في شارع سليمان باشا مع شوقي عبد الحكيم وبتتكلموا في كذا وكذا وكذا. قال فيعني كاد التليفون، يعني تصور الدكتور مصطفى محمود ان السماعه هتسقط من ايد جلال العشري. قال له انت عارف ان فعلا ده اللي حصل، وان فعلا الكلام اللي انت قلته ان انا كنت مع شوقي عبد الحكيم في شارع سليمان باشا، ان الكلام ده فعلا هو اللي كان حاصل وانت بتشوفه في الايه في النوم. قال فانتقلت الدهشه الي. بيقول الدكتور مصطفى محمود في تلك الفتره انا كنت بعيد عن الدين وبعيد عن الايه عن الغيبيات، وكنت يعني اميل الى الماده والايه والاشياء، فتعجبت قلت ايه الشيء ده، فتركت السماعه وانا في حاله ذهول. قلت طيب الله، انا الان سمعت بدون اذن ورايت بدون عيني، فده ايه؟ فهو كتفكير مادي بدا يتجه للايه لليوجا والاشياء دي. فبيقول انه راح، شوف تفكيره هو تحليله الدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى، عقلية عجيبة وعنده جهد يتعجب منه. شوف لما مجرد رؤية عمل ايه. قال فرحت للسفير الهندي في القاهرة فكلمني على انه بيحصل لبعض المجتهدين في اليوجا وفي الجلاء البصري والجلاء السمعي والاشياء اللي انتم عارفينها فلسفه الايه فلسفه الهند. قالوا اداني بعض التمارين ودلني على كتب موجوده في لندن. قال فعملت التمارين ورحت سافرت، شوف الشهاد الدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى، وسافرت الى لندن لمكتبه يعني ايه في مكان بعيد، الكتب عليها غبار لان يعني غير مطلوبه. المهم اخترت الكتب المطلوبه وكنت مبسوط بيها جدا اللي دلني عليها السفير الهندي. ده ما زلنا كلام الدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى. فبيقول المهم اخترت الكتب وايه واتفقت على ثمنها، فبقول لصاحب المكتبه هو رجل انجليزي على تعبير الدكتور مصطفى محمود دمه خفيف، فبقول له ايه رايك في الكتب دي؟ قال لي ولا تساوي مليم ولا قيمة لها. انا مش عارف انت اشتريتها ازاي او بعض الناس بتيجي ايه تشتريها ليه. المهم قال اخذت الكتب ونفذت ما فيها كله بالحرف على اساس هو يصل الى الجلاء السمعي
والجلاء أو ما يسمى بالكشف عند الإيه؟ عند الصوفية. قال: فبعد ما عملت كل ما فيها كانت النتيجة صفر. قال: فابتدأت أفكر في الغيب وفي الدين والمهم. فبيقول إني قلت إيه، ففهم إن هذه الأشياء، ده تحليله هو، إن هذه الأشياء لا يوصل إليها بتلك التمارين. ويقول: أنا لا أعتقد إنه مهما بلغ التمرين، مهما التدريب، إنه لا يستطيع الإنسان أن يستدعي تلك الحالات اللي يقصد بها الإيه؟ الرؤى الصادقة، إنه يستطيع إنه إيه؟ أو إنه يفتح محل وبالتالي يأتيه الناس فيرشدهم أو يهديهم بأشياء يشوفها. فده إشارة منه رحمه الله تعالى إلى مسألة ذكرناها عدة مرات، إنه الرؤية لا تستدعى لا بتمرينات ولا بغيرها. ثم سأل نفسه سؤال في الآخر غريب، إنه هل يمكن إنه يعني طيب بالعبادة والزهد ممكن يصل الإنسان إلى تلك المرتبة؟ قال: نعم، أجيبك بنعم، لكن العابد الحقيقي ما بيدورش على تلك الأشياء، مش بيعبد. لما يعبد من أجل تلك الأشياء ستسقط عبادته، هو بيتعبد لله سبحانه وتعالى ولا يريد سمعة ولا يريد. فلو قصد الحصول على تلك الأشياء فمش هتنفع ومش هتيجي. فالعابد الحقيقي اللي هو بيتعبد لله سبحانه وتعالى ليس طلبا للجلاء السمعي ولا للكشف ولا للجلاء البصري ولا غيرها من الإيه؟ مما يسمى بالكرامات. هذه إيه؟ الرؤية العجيبة اللي أردت أني أشرحها أو أوضحها تلك المرة. وهتجدوا رابط الفيديو للدكتور مصطفى محمود إن شاء الله تعالى تحت في أول إيه؟ في أول تعليق أو في خانة الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.